يعني مثل ما قلت لك انه هذا العجز احسن له انه بيهتموا فيه اكثر منه، لكن ابوك بده وحده اقل شيء لحاله يعني. انا وين بدي لحق انه اولاد، وبدي لحق تنظيف وطبخ، ايش بدي لحق لحق انا يعني؟ هنيك احسن له يعني، هنيك بيعاملوه معامله الحزن اكثر مننا نحن. بس يا مره هذا بضل ابوي وانا ما بتركه ولا بتخلى عنه. يعني انا ما عم اقول لك اتركه، لا، وقت بدك اياه تشوفه روح شوفه، ما قلت لك انه روح تخلى عنه او شيء، لا، يعني خلص وقت بدك تشوفه روح شوفه، بس انا يعني ما عاد اتحمل يعني ايش انا بدي لحق طبخ، ولا بدي لحق حوزه، ولا بدي لحق اولاد، ولا بدي لحق كثير يعني. انا ايش ما عاد انه لحق وما بتحمل يعني، انا ما عاد اتحمل ابوك ابدا ابدا. يعني ايش بدي لحق لك انا لك، ولا لابوك ولا لاولادك ولا طبخه وحوزه، شو بدي لحق انا؟ لا يا بنت الحلال، شو دار العجزة؟ بكرة الناس بتحكي علي بتقول ها زيت أبوه بدار العجزة؟ والله العظيم ما بعرف، ما بتصير ما بتصير. قد ما كان قد ما كان بيتم أبوي يعني، ما بعرف بدك تتحمليه يعني، يعني مثل ما بدك تتحملين وتتحملي ولادي بدك تتحملي أبوي معنا. يعني ما اختلفنا، بس كمان إنه في شغلة بدي أقول لك إياها، بس يعني خجلان. خير شو هو؟ احكي لشوف. يعني انت بتتركنا هون وتروح على الشغل يعني، انا وابوك لحالنا هون والشيطان يعني ما مات. شو؟ شو قصدك بهالكلام؟ انا ما فهمت. شو هالكلام ها؟ انا ما قصدي شيء، بس يعني ممكن انه الشيطان يلعب بعقل ابوك ويدخل عني الغرفة يعني شيء نار تخبر معك. شو هالحكي هاد؟ مستحيل؟ ابوي ما عنده هيك شيء، بعدين هو كبير بالعمر. ما في شيء مستحيل. يعني شو المستحيل انت عم تحكي؟ ما اختلف انه كبير بس يعني ممكن يلعب عقله الشيطان. شفتي منه شيء ليش؟ لا ما شفت منه شيء. طيب خلص ماشي ماشي، عندي حل، تعالي بحلها، لا تاكلي انت، قومي يلا حطي لنا عشاء، قومي. بسم الله الرحمن الرحيم. شو الحل؟ شو عم تسير بي؟ والله بتفرج على اخويا عم ينضب اغراضك هيك وظبط وضعك. خليني اعمل مشوار. مشوار؟ اي مشوار هيك، مشوار هيك يكون مصير كويس يعني. يا مين يا ابني؟ والله يا ابني بدي اخذك على محل احسن من هونيك ترتاح فيه، يعني شيء كويس لك يعني، شيء لك تمام يعني. كيف يعني ما فهمت؟ يعني بدي اخذك على محل يعني، وبدي خلي لك عالم هنيك تحت ايدك يعني بيهتموا فيك وبديروا مبرر عليك، وشو ما بتحتاج هنيك بيعطوك. انت علي شلون؟ احسن من هون انت يعني، انت بتعرف هنيك افضل من هون يعني. وانت رح تروح معي؟ انا؟ لا انا بصير بطل عليك كل يوم، كل اسبوع اسبوعين هيك شيء يعني، كل فتره بطل عليك يعني، لا تخاف انا معك. فهمت عليك. طيب يلا قوم ضب اغراضك عشان نمشي. ماشي يا ابني ماشي. ماشي تكرم عينك، قوم ضب اغراضك. قول يا رب، يلا استناك انا. يا الله. يلا بابا يلا. ها ابني هاي اغراضي. وين اغراضك؟ اغراضي؟ ايه؟ انا هذا اغراضي. يلا طبعا يطلع. ايش هالشيء ما قبل؟ وين اغراضك؟ وين لبسك؟ شلون انت رايح؟ ايش ابني مجنون يعني انا؟ لا يا ابني لا، انا اغراضي ما لي اغراض غير هاي. شو هاي؟ هاي هاي يا ابني ذكرياتي، هاي كل يوم حلو مر علي انا وابني كنت اكتبه الحرف بحرف. هذا الدفتر كل صفحة فيها يومية اللي كنت أقضيها مع ابني، مثل هاي اليوم يوم اللي كنت أفوت على البيت وبدي يركض قدامي يبوس إيدي، مثل هذا اليوم يوم اللي كنت آخذ ابني مشاوير بالهدايا، مثل هيك يوم يوم اللي كان ابني يحبني ويضمني ويبوسني. هذا
يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون اللهم أعنا على بر والدينا اللهم واجعلنا بارين بهما واصلين لهما اللهم أعنا على الطاعة لهما دائما وأبدا والدعاء لهما في حياتهما ومماتهما اللهم أطب لهما كلامنا هذا الدفتر هي بكل ذكرياتي اللي بذكرني بابني حبيبي احمد كل مزروع هون انا هذا هو اغراضي اوعدني اغراضي يلا يا ابني يلا لا تذكرني بالماضي خلينا نطلع خلينا نروح لا يا ابني فوت جوا يا بيت فوت ارجع اطلع لك ما راح تاخذني لأحلى مكان أتسبب لها؟ لا يا أبي يا أبي أنا كنت راح أغرق دار العجزة عن جد؟ أتمنى تسامحني يا أبي أنا كنت أعرف هذا الشيء هيك أخذت الدفتر معي حتى أتذكرك يا أبي بكل لحظة وحتى أتذكرك لما كنت صغير كيف كنت تعاملني كيف كنت أعاملني كيف كنت تحضني كيف كنت ترقد لعندي لما ادخل على البيت لما اجي بايدك يا صغار بس بعد ما تزوجت تغيرت يا بس انا قد ما كنت بتضل بعيني صغير بتضل بعيني ابني الصغير اللي كبرته وربيته سامحني يا ابي بوسه لايدك سامحني الله يرضى عليك يا ابي الله يرضى عليك بتعرفني انا بزعل اهلا عمي اهلا عمي تفضل بكم بعد شو تحب اسوي لك عشان عمي بعد شو سلامتك اسمعي يا بنت الناس كلمتين حطينا الحلقه باذنك خير من عمي شو اسمك؟ انت بهذا البيت ما ضل لك قاعده وما عاد تلزميني الي فضبي اغراضك وانقلعي على بيت اهلك لانه انت طاف بس ما قلت لك هيك احمد ما بصير بدك تطول بالك بس يا ابي كان هي بدك العب من البيت معلش جل من لا يخطئ جل من لا يخطئ يا ابني اعطيها فرصه تتعلم ما حدا جنب بطل امه معلم تصبر ونصور ابني شو بدك تعمل؟ بس الطلاق كثير بشكل لا تستعجل لا تحكم بسرعه وفقك يا سامحني الله يسامحك جميل اسمعي يا بنت الناس هالمره رح مرق لك اياها مو كرمال شي لا كرمال ابوي بس بدي افهم انه انا لو كان صغير لي شي من بعد ما قال لي ابوي كنتي كمان تركتيني لو انا كنت طيبه؟ لا ايوه معناتها شو كنت بدك تعملي لما ابني يكبر ويزتني نفس الزت اللي عم زته انا لابوي؟ شو كنت عملتي؟ شو كنت سويتي احكي لي؟ هلا ما راح احكي معك ولا كلمه ما بدي اشوف خلقتك هلا انقلعي لبيت اهلك لا الله يوفقك يا احمد انقلعي من دون ما تحكي ولا كلمه يلا والله انا بدرت ما عليها عم اقول لك كرمال ابوي ما طلعتك انقلعي ما راح اشوفك هون روك عمي روك بس الله لا روك طبعا كيف بدها يا ابني والله ما كان بدها ابي بدها تربيني اول جديد ما بصير هيك يا ابني